نحن كجواريات توقع مهمين في نسق باش نبداو بالتصاعد نتاعي ان شاء الله من الاخر العام ماتش امبوتون الاولاني. بالنسبه للراحه نحن ما تحناش كترجي خلينا 5 ايام بعد لعبنا توا ماتش بريسكو مع توفسير في كوبا راب شفتوا الريتم كيفاش كان دونك قاعدين نجري في الماتشات نتاعنا برشا عباد خرجت برشا عباد دخلت مش بالسهل باش انتيغراسيون في صف الترجي قاعدين بشوي بشوي نخدموا نتطوروا ان شاء الله مرحله البولات هذايا فاز دو بول الاولى نبداو في نسق تصاعدي باش كي نجيو في البلاي اوف نكونوا حاضرين بالقدا ان شاء الله. جوستومون يا سي نجم نعتبرها نوعا ما مصالحه مع جمهور الفيكتوار نتاع اليوم. اكيد شفتوا عمنا والمعناتها خرجنا من الشامبيونا ومن الكوب معناتها سيتو فينال كوب ودومي فينال شامبيونز ليغ دونك مش من عواد الترجي ما تحصل حتى لقب في عام دونك السنه ان شاء الله عازمين العقد لو مينيموم ان شاء الله باش نزوتي لو ماكسيموم باش نزوتي تويت دونك ان شاء الله الجمهور يدز معنا للاخر الجوالات كونسيرني واعيين بالشيء هذا عارفين على شنو قادمين ان شاء الله عام باهي للترجي ان شاء الله. برشا منتدبين جدد كيفاش الفيستير نتاع اسبيرونس ولا سيرتو عندنا لعبيه جو من باجا من المستير كما اي فيستير معناتها نعيشوا عائله نعيشوا خوات فما اللي جوا كادر معزز بن حميده توغاي باش جدي جوا كادر يعرفوا يدخلوا الجوالات في الجو ما شاء الله جوالات اللي جاي ومارو معناتها ولد الشامبيونا في تونس دربالي ولد ليكيب ناسيونال معانا كيف كيف بوغرا دونك مش باش يلقاو صعوبات باش يدخلوا نحن ديجا مرحبين بهم نطمعوا باش يزيدونا البلوس دونك ان شاء الله باش نوفر لهم كل شيء والباقي عليهم ما شاء الله. السين تقريبا اكثر من 60% من الفريق. ما شفناش برشا ديفيرونس اللي ما فيها سيو تيرا اكيد الجوالات اللي خرجت معناتها عندها اسمها وعندها كاليبر نتاعها في التيرا دونك جوالات اللي جاو يستحقوا يوصلوا مدير الترجي ان شاء الله يكونفيرمي الشيء هذا نحن ما علينا كان باش نعاونوهم ان شاء الله الناس كل نعيشوا عام به عيله واحده دوكا ترى الموسم هذا مصالحه مع جماهير الترجي خاصه اكيد كما قلت مش من عواد الترجي يخرج من غير التروات مي سنين ان شاء الله عازمين العقد لو ماكسيموم باش نزوتي التروات باش نلعبوا عليهم الكل عندنا سان بيتر باش نركزوا لهم مليح عندنا افكتيف باهي جوات كل كونسيرني بالعام هذا واعيين بالشيء اللي قادمين عليه ان شاء الله يكون الموسم هذا حليفنا ان شاء الله نحن باش نعطيو 100% في التيران مش باش نخلو حتى شيء باش نلعبوا الكل في الكل والباقي على ربي ان شاء الله. شكرا.